35 سنة، كملت دلوقتي 67 67 سنة شقة وأرض من ساعة ما بجوز، وأنا قاعدة هنا في السوق. ترزقني بيع بيع، ما ترزقنيش أرو، أقعد طول النهار. أنا كسب ليه؟ أنا نازلة محل راجل معلم كان في الدنيا، هتكسب ليه؟ إيه اللي كسبت؟ ساعة ما محافظة على كرامتي خلاص، إيه اللي كسبت؟ واخدة وضعي مع أي واحد يعجبني، مفيش حد يقدر يوصل ولا حد يقول لي أنت إيه؟ الله بالمعروف وبالأدب، فاهمة؟ واخدة وضعي يعني، سمعتي زي الجنان ده. ولا احب امشي عك ولا لك ولا كده ولا كده ولا من جديد على حد، مستايمه من البيت للمحل ومن المحل للبيت. يعني انا واخده وضع تسال عليه من اول سوق العصر، يقول لك الحاجه مشيت اخر ادب واخر احترام. كويسين يعني، اخويه سلام كلام محبه بالاراده كده وبالادب وبالاحترام، يكون محافظة على كرامتك، الناس كلها تحترم، ما هزلك وما يحترم فيك. خردة بنجيبهم 5 جنيه و 4 جنيه 6 جنيه، ده بعد شوفوني اللي قدامك. أصل حاجة قديمة مش حاجة جديدة، كان في قمر وكان في صاج وكان في زاوية. كان في شغل كتير، واولادك ارزقين بر شغالين بر، ستر ربنا، هذا نفسي وربنا يحسن عقوبتنا بس ويقوينا، ولا يعزناش لحد ولا العين ولا التل، ربنا بس.